السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. أسئلة كثيرة يطرحها كثير من الإخوة النحالون حول مكافحة الفاروة. البعض يتحدث عن الأشرطة الكيميائية، والبعض يتحدث عن المواد الكيميائية، وآخرون يتحدثون عن المواد العضوية، وآخرون كذلك يتحدثون حول المواد العطرية، وما نسبة القضاء على الفاروة في كل من الأدوية. كانت هناك تفاصيل مهمة للأستاذ الفاضل الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين حول هذا الموضوع، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أخي مهند. أخي مهند، ما في مقارنة، ما بنقدر نعمل مقارنة ونقول إنه هذا أفضل شيء لعلاج الفاروة. يعني المفاضلة ما بتزبط هون في هذه الحالة، لأنه لكل علاج في له وقت وفي له يعني درجات حرارة معينة وفي له ظروف ممكن أن نستخدمها فيها. فمثلا لو جينا للأحماض، الأحماض لا تستخدم بدرجات الحرارة المنخفضة ولا تستخدم في درجات الحرارة العالية. يعني ممكن أنه إذا كانت درجة الحرارة عالية ووضعنا أحماض سواء يعني حامض الأكزيليك أو الفورميك ممكن أنه يقتل النحل. لذلك يعني بدنا إحنا نختار الأوقات اللي ممكن أنه تكون فيها درجات الحرارة ما بين 20 و 25 حتى تكون عملية تبخر هذه الأحماض يعني تناسب النحل، بحيث أنه ما تأثر على النحل ولا تقتله ولا تقتل ملكات ولا تأذي الحضنة. فما بنقدر إلا في هذه الأوقات. فمثلا في درجات الحرارة العالية بالصيف ما بنقدر نستخدم هذه الأحماض. نيجي مثلا للشرائح الصينية. الشرائح الصينية هنا أنا دائما بحذر من الشرائح الصينية، ودائما لابد من اختبارها قبل استخدامها. الشرائح الصينية حكينا عنها كثير، قل يعني بهمش، يعني التكرار بعلم الشطار. فنرجع ونكرر مرة ثانية أن الشرائح الصينية يعني في آلاف المصانع اللي بتصنع الشرائح الصينية هذه، وفي منها لا يخضع إلى الرقابة الصحية أو الرقابة من وزارة الزراعة. فبنلاقي مثلا أحيانا بعض الشرائح عليها مادة مثل البودرة، وعلي في عليها الشرائح ما في عليها، ما بتحسش عليها، بتحسك وأنها ناشفة، حد يعني يا دوب ريحة خفيفة بتكون فيها. في شرائح بتلاقي عليها زي المادة اللزجة، فاستخدامها يعني أحيانا ربما تكون أحيانا شرائح فاسدة تقتل النحل. يعني حصلت كثير معنا هذا، يعني نحط بالشرائح ما نشوف إلا النحل هاج بطريقة مش معقولة، وبده كأنه كل النحل بده يطلع من الخلية، فنرد نشيلها مرة ثانية. فإحنا دائما بنقول إذا في استخدام الشرائح الصينية، الشرائح الصينية بدنا يتم استخدامها بعناية، وبده يكون يعني نجربها على خلية واحدة أو خليتين في البداية، وننتظر مثلا ننتظر نص ساعة ساعة ونشوف إنه هذا النحل بيضوج من هذه الشرائح، ولا في مثلا في نحل ممكن إنه يعني تشوفه يعني على باب بواب السروح بشكل يعني دايخ أو بده يموت أو شيء زي هيك. فلابد من الاختبار قبل كل شيء. الأمر الآخر إنه هذا الشرائح الصينية ما بنقدر نستخدمها في درجات الحرارة المنخفضة، يعني إذا كان في عنا عنقود للنحل. إذا استخدمنا الشرائح الصينية في وقت التعنقد في النحل ربما يؤذي النحل كثير، لأن النحل بده يتعنقد على عش الحضنة، وإحنا بدنا نحط هذه الشرائح قريبة من عش الحضنة، فلربما إنه هذه الشرائح تقتل النحل بكميات كبيرة، وربما برضو تؤذي الحضنة بشكل كبير جدا. ولو تحدثنا أيضا مثلا عن المتراز برضو في إلها محاذير، استخدامه في إله محاذير وفي إله أوقات معينة لازم
نلاحظ ان يعني نراعي هذه الاوقات، لانه هذه يعني المواد تبقي اثار قويه على الشمع، وكذلك على العسل اذا كان بدنا نوضع هذه المواد في فتره العسل. لذلك مثلا احنا ممكن ان نلجا الها في فترتين، في الفتره الاولى اللي هي قبل التشتيه، والنحل بيكون على 6 براويز او 7 براويز 5 براويز الى اخره، وكذلك قبل الانطلاقه الربيعيه، يعني بحيث انه كل اضافات الاطارات اللي بتصير بعدها بده يكون هذه الاطارات ما تتعرض للامتراز او ما تتعرض للكيماوي او المافرك او ما شابه من هذه المواد مهما اختلف مسمياتها. طبعا استخدام الامتراز بالتبخير افضل من الشرائح. الشرائح يعني اولا يعني بتضل فترتها اطول في الخليه، وربما في متبقيات منها كثير خصوصا في العسل او في الشمع، اما عن طريق التبخير فبتكون الفتره قصيره، يعني مجرد ما انه انتشر الدخان في داخل الخليه وبدأ النحل بالرفرفه فبتسقط هذه الفاروه، وبعد يعني فتره قصيره بتكون هذه الدخان اللي احنا استخدمناه او التبخير بكون انتهى. لكن في حالة استخدامنا للتبخير لابد ان مثلا نعيد الكرة على الاقل يعني كل 6 ايام لمدة 24 يوم حتى نضمن انه كل الجيل هذا اللي خرج عنا ما في عليه فاروة. يبقى عندنا المقاومات الطبيعية. المقاومات الطبيعية بتقدر تستخدمها طول السنة بدون أي استثناء، يعني لو أنا استخدمت أوراق الكينة أو أوراق الغار، استخدمت الزعتر، استخدمت أي شيء ممكن تستخدمها سواء صيف شتاء بالجو بارد جو حار. إذا يعني بننصح هون بنقول إنه في كل عملية تدخين أو في كل عملية كشف على النحل احرص دائما إنه يكون في عندك في المدخن إحدى هذه المواد. في طريقة حكى عنها نحال سعودي، وأنا بصراحة ما جربت لغاية الآن، لذلك يعني ما بقدر إني أحكي فيها وأعممها لأني ما جربتها، لكن اللي بحب يجربها. اللي هي بيكون في عنا أوراق السرو اللي هذا بتكون رائحته كرائحة الليمون. احنا ممكن هاي الشجرة بنسميها بشور الليمون، هم بسموها العرعر. فأوراق الشجر هذا مع أوراق أو أغصان الزعتر الفارسي، احنا يعني من الصور اللي هو نشرها احنا بنسميه الزعتر الفارسي، هم عندهم اسمه الدرم. هذول النبتتين تأخذ منهن الأغصان الرفيعة والصغيرة، وبتحطهم في المدخن وبتحط فوقهم ما يقارب 3 جرام 4 جرام 5 جرام من بلورات المنثول، وبتكون في أرضية المدخن جمرات صغيرة. طبعا ممكن استخدام فحم الأرجيلة، هذا الأقراص فحم الأرجيلة الاشتعال السريع، فبتولع هذا الفحمات بتولع لك 2 أو 3، بتحطهم في أرضية المدخن، بتحط الأعشاب هذه أو الشجيرات الصغيرة في المدخن، وعلى وجههم بتحط تقريبا يعني 3 جرام من بلورات المنثول، وتقوم بالتدخين على النحل بشكل قوي جدا، بحيث إنك تشوف الدخنة يعني صارت تطلع من تحت الغطاء، وبتترك الخلية مغطاة تقريبا. يعني لما تشوف الدخنة خفت، لأن النحل يعني بعد دقيقتين ثلاثة بيكون تخلص من هذا الدخان. وهو الشخص هذا عامل يعني نوع من التجربة، حاطط أوراق أو كرتون مدهون بالفازلين، وكانت نسبة التساقط عالية جدا جدا جدا، يعني وكأنه حطينا مادة أمتراز أو مادة مافريك أو أي شيء آخر. فبما انه هذا طبيعي يعني مش راح يكون في له تاثيرات لا على العسل ولا على الشمع ولا على النحل،
وإن شاء الله يعني إذا جربتها راح نصور العملية وننزلكم فيديو. تحياتي.